السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي. معاكم شيماء. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن تصوير ملابس خروج وبيتي، اطفال وبناتي وحريمي. الملابس دي ان شاء الله رايحة اسوان او محافظة اسوان في مصر. دي اخر محافظة في مصر من الوجه القبلي، والقرية اللي رايحة لها في أسوان دي آخر بلد في مصر كلها يعتبر، وبعدها السودان على طول على قد معرفتي يعني بالموضوع ده. يعني مش بيفرق معانا المكان، وبنبعت لأي مكان في مصر مهما كان بعيد. الحمد لله. نقول كده، نبدأ بسم الله ونقول ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، أنا بصور لكم دلوقتي جيب أو جيبة، جيبة بناتي او زي ما انتم شايفين كده. ده الظهر بتاعها فيها جيوب، ومن قدام برضو فيها جيوب، وخامة تقيلة جدا، خامتها ليجن تقيل جدا جدا جدا، او زي ما الناس بتقول عليه جينز. اهو شايفين مزخرف كده على الجيب من ورا بالشكل الحلو ده، وهي تقيلة جدا جدا. يعني عايزة اقول لكم والله خامة حلوة قوي وماشية معانا، اديلها سنتين. دي تاني سنة اشتغل في الخامة بتاعت الجيبات دي، وجايبة منها برضو بنطلونات، والحمد لله ماشية معانا قوي في السوق. ما شاء الله ما شاء الله، يعني قدلنا سنتين. الجيب اهو كبير وبيشيل اي حاجة من ورا ومن قدام، والخامة تقيلة ليجن. الليجن اللي هو الليجرا اللي بيتمط، هو زي ما انتم شايفين كده انا عملته قدامكم في اول الفيديو، ووريتكم ازاي هو عليه نسبة ليجرا بتتمط، بس في نفس الوقت تقيلة وبتدفي. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وتابعوني باقي الفيديو لاني هنزل فيه ملابس اطفال بناتي واولادي ان شاء الله، الى جانب موديلات حريمي. اهو شايفين الخياطة بتاعتها حلوة جدا، والفينش بتاعه حلو قوي ما شاء الله، والحمد لله البضاعة عندنا ما فيش حد بيقول عليها حاجة وحشة يعني. وشايفين اهو بتتمط ازاي، اهو انا بعملها لكم تاني اهو. اهو شايفين الخياطة من جوه اهي، شايفين الفينش حلو جدا، والجودة بتاعته حلوة قوي. بما اني كنت شغالة في مصانع قبل كده مسؤول جودة، الجودة بتاعته حلوة جدا ما شاء الله. اتمنى البضاعة دي تعجب صاحبتها. وتاني حاجة معانا كاردي او كارديجان بناتي، لحد تحت الركبة زي ما انتوا شايفين كده. ده درجة من درجات النبيتي، هو بس لونه فاتح شوية في الكاميرا علشان الاضاءة وعلشان الفلاش بتاع الموبايل، تمام. لكن هو درجة اغمق من الدرجة اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي. بصوا هو نظامه ايه، ليه رقبة كده زي ما انتوا شايفين، وليه شريطين كده اللي انتوا شايفينهم دول، تمام. والايدين وفتحة الايد انا وريتها لكم يمين وشمال اهو، بطبقه كده. دي طريقة لبسه اللي هوريها لكم، بنطبقه كده تمام. والرقبة دي بنظبطها على الكتاف تمام، ومعاه بروش. في الاول بربط الشريطين دول مع بعض من جوه، هتبقى جنب داخل معايا لجوه تحت على الصدر، والجنب التاني هيبقى من بره على الكتف من بره، وهنحط عليه البروش، بيبقى شكله حلو جدا في اللبس. وهنزل لكم صورته دلوقتي في الفيديو يعني وهو على المكان عشان تعرفوا طريقة لبسه اكتر. لونه جميل وشكله حلو قوي وطويل وشيك للبنات، بيتلبس تحت منه بودي او شميز او بلوزة او اي حاجة، ودي فتحة الكمام، وهو طويل اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اتمنى يعجب صاحبتهم باذن الله. تالت حاجة معانا البلوفر البناتي اللي نزل على القناة من يومين، ناس كتير جدا سألتني عليه لانه مطلوب بقوة ما شاء الله، ودي تاني سنة نشتغل فيه. ده بلوفر كده صوف، شايفين الرسمة اللي عليه، شعر البنوتة اللي عليه او العروسة فرو، ووشها فرو برضو، واللبس بتاعها مش عارفة يعني هو نوع من الطباعة بس تقيل جدا، يعني ما يطلعش من الخامة من القماشة ابدا او من الصوف ده ابدا. هو البلوفر صوف تمام، والطباعة اللي عليه فرو في حاجة كده زي القماش، بس هي مش قماش،
تمام. بس يعني ما شاء الله، انا مش عارفة ايه نوع الطباع ده عشان انا مش متخصصة فيه، لكن كل اللي اقدر اقوله لكم ان عمره ما هيطلع في الغسيل، لان انا جربته، حد من قرايبي جربوه ما طلعش في الغسيل ابدا، وبيشكروني جدا عليه من السنة اللي فاتت الحمد لله. فده كان البلوفر اللي معانا، شكله حلو جدا، ومعانا فيه من مقاسات من سنة لحد 6 و7 سنين لفوق، وتاني بلوفر معانا، وهنزلكم برضو صورهم على المانيكان دلوقتي في الفيديو. ده تاني بلوفر معانا، ده نظامه جاكيت زي ما انتم شايفين كده، صوف برضو مش بيتفك خالص في الغسيل، ومعاه الكابتشو كده بتاعه، الكابتشو الاطار بتاعه بالفرو زي ما انتم شايفين كده، وده اللون الفوشيا منه. هو طبعا موجود منه الوان مختلفة، من البلوفر ده والبلوفر التاني برضو موجود منه الوان مختلفة، والكم بتاعه اهو، الخياطة بتاعته جوه جميلة جدا، والفينش بتاعه حلو قوي وشيك. طبعا التاجر او اللي بيجي ياخد قطاعي بيجوا ياخدوا البلوفر معاه البنطلون عشان يبقى طقم على بعضه، واللي بيحب ياخد ده لوحده بياخد، بس انا ما وردش عليا ان حد اخد ده لوحده يعني، بس يعني دي طبيعة براحة العميل يعني. تالت حاجة، رابع حاجة معانا دي بلوفرات صوف برضو، بس بتتلبس من تحت، تحت لبس للبنات، وبتاخد وضع الجسم، هو بتتمط كده زي ما انتم شايفين، والخامة بتاعتها حلوة جدا وصوف، وبتدفي قوي قوي، وده لونها اوف وايت، ده اللون اللي انا نزلته، وبرضو ماشي معانا من السنة اللي فاتت، حلو قوي ما شاء الله. ومعاه الاسورة الرقبة كده زي ما انتم شايفين، وده البلوفر التاني اهو منه، هو بيتمط كده وبياخد وضع الجسم بس مش بيتهدل، تمام، دي ملحوظة يعني، هو حلو جدا ما شاء الله. سادس حاجة معانا العباية، دي عباية قطيفة، القطيفة بتاعها اسمه قطيفة زبدة، عليها كده مطرزة من فوق، التطريز ده متخيط من جوه في الخامة، شايفين الخامة بتاعتها من جوه حلوة جدا، وليها كابتشو كده عليه شغل الإطار بتاعه اهو زي ما انتم شايفين، وده اللون الفوشيا. وهنزل لكم برضو العباية على المانيكان دلوقتي عشان تشوفوها بالإسورة بتاعتها، اهو جميلة. ودي القطيفة دي اسمها قطيفة زبدة، تمام، حلو جدا وجميلة، وبتدفي برضو في الشتاء، ومقاساتها حلوة جدا، وده اللون الفوشيا منها، بس هو أغمق درجة من اللي موجود في الكاميرا عشان الضوء طبعا، او زي ما انتم شايفين كده، وطويلة ومقاسها حلو جدا ومناسب للي رايحة لها بإذن الله. سابع حاجة معانا بيجامة بناتي، حلوة جدا، انا عن نفسي عجباني بطريقة حلوة قوي، برضو اشتغلت فيها السنة اللي فاتت واشتغلت فيها السنة دي، من حلاوتها ومن طلب الناس عليها ما شاء الله. شايفين الخامة بتاعتها قطيفة، دي اسمها قطيفة قطن، زي ما انتم شايفين كده، شايفين الخامة من جوه حلوة قوي، والكابتشو زي ما انتم شفتوا كده الاطار بتاعه بالفرو، وبرده الرسمه اللي على البيجامه رسمه الارنوب ده برده بالفرو، عمره ما يطلع ابدا في الغسيل خالص خالص خالص، ودي عن تجربه. وفي ستراس كده، والرسمه كلها بالفرو زي ما انتم شفتوا كده، ليه طبقه تانية من القماش، والاطار بتاعه برده من الفرو، تمام، وفي جيبين كده في البيجامه، والاسوره برده بتاعه بالفرو، تمام، وفيها من تحت كده ديل البيجامة نفسها او الجاكيت او التيشيرت كده عامل زي الاستيك بيتمط، وحلو جدا بس مش بيتهدل. وده البنطلون بتاعها، اللون ده لون مستردة، انا عن نفسي بحبه قوي، وداخل فيه اللون الرمادي زي ما انتم شايفين كده، قطيفة برضو كله، ومن جوه الخامة بتاعتها قطن، والبنطلون الاستك بتاعه عريض كده زي ما انتم شايفين ومش بيتهدل، وده كان مقاس 8. البيجامة ليها الوان طبعا وليها مقاسات مختلفة، اتمنى يكون الموديل عجبكم. ودي البيجامة كده شكلها على بعض، شكلها حلو جدا، وانا لو كان عندي بنت كنت اخدتها لبنتي، برضو اخدت منها لبنتي، الف مبروك للي يلبسها. كمان معانا
خروج البنات الحلو قوي ده، دي برضو خامته ليجن على ليكرا او جينز زي ما بيتقولوا. شايفين التقفيل بتاعه من جوه حلو جدا، وده على ليكرا اهو. وعايزه اقول لكم الخامه تقيله جدا وحلوه قوي، وليه جيبين كده من قدام، جيبين كبار وكمان جيوب من ورا، واهو بالشكل ده برضو الجيبين من ورا من الطرازين زي الجيبه بالظبط. والخامه بتاعته تقيله جدا وحلوه قوي في الشتاء وبتدفي. وبرضو دي تاني سنه اشتغل في الموديل ده، وفي الخامه دي حلوه قوي محدش اشتكى منها. وكده عليها التيشيرت او البلوفر العروسه اللي احنا عرضناه من شويه على البنطلون، وكده طقم حلو قوي البنوتك. يا رب تلبسيه حبيبتي في عرق العافية. الحاجات دي رايحة هدية لأختي وحبيبتي، متابعة عندي من القناة، ربنا يخليها لي يا رب ويديم المحبة والود والود بينا. ومعانا كمان بلورو بناتي او حريمي يتلبس للاتنين، يعني بنات الجامعة وحريمي فوق 60 كيلو او 70 كيلو. البلورو صوف كده زي ما انتم شايفين، وموديل حلو قوي. وكمان معانا بيجامة اولادي قطيفة، الطباعة والتطريز اللي عليها تطريز خيوط حلو جدا ما بيطلعش في الغسيل، والطباعة جلد برضو ما بتطلعش في الغسيل، ومتخيطة جدا في القماش. الخامة دي اسمها قطيفة هايدي لانها متبطنة بالفرو منها فيها، شايفين البطانة بتاعتها فرو منها فيها، مش طبقتين لا، البطانة بتاعتها فرو، هي دي اسمها قطيفة هايدي، دي اجود انواع القطيفة على فكرة. ومتطرزه هو تطريز خيوط ما يطلعش ابدا في الغسيل. والاسوره والاطار بتاع التيشيرت لونه كحلي زي ما انتم شايفين كده. البنطلون برضو الاستك بتاعه كده مضغوط وعريض وحلو جدا، وبرضو عليه طباعه بالجلد حلو قوي. اللون ده لون نبيتي على فكره، النبيتي في كحلي. والاسوره بتاعه البنطلون برضو لونها كحلي. عايزه اقول لكم الخامه دي حلوه جدا، وانا نفسي مخليه منها لنفسي. الحاجات دي اللي بتعجبني بخلي منها لنفسي، يعني مستقبلا ان شاء الله لاولادي باذن الله، ربنا يرزقنا ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه باذن الله. وكمان البيجامه ليها كابتشو كده او طاقيه زي ما انتم بتقولوا، وكده بيجامه جميله جدا لسن مثلا تانية او رابعه ابتدائي، 5 ابتدائي او 6 ابتدائي. البيجامه دي برضو اشتغلت فيها برضو السنة اللي فاتت، وعشان كده اشتغلت فيها السنة دي تاني. دي الخامة بتاعتها خامة ميلتون درجة اولى، متبطنة زي ما انتوا شفتوا كده، بطانة منها فيها وتقيلة جدا وبتدفي قوي في الشتاء، بنصحكوا بيها. والكابتشو بتاعها فرو طبقتين اهو زي ما انتوا شايفين، متبطن فرو، ويعني طبقة فرو وطبقة ميلتون من نفس بطبقة من نفس خامة البيجامة. عايزة اقول لكم البيجامة دي تصنيعها سوري، هي والبيجامة التانية اللي انا وريتها لكم دلوقتي. ومعاها كمان البنطلون بتاعها دي لونها تركواز في كحلي اهو، ليه جيب وبرده متبطن نفس الخامة. والاستك بتاع البنطلون زي ما انتم شايفين كده عريض ومضغوط وحلو جدا. ودي الخامة من جوه، شايفين متبطنة ازاي بوبرة حلوة جدا، وبرة تقيلة وحلوة بتدفي في الشتاء، والفينش بتاعه حلو جدا ما شاء الله. وكمان معانا شال، ده شال بناتي او حريمي يلبس لحد 75 كيلو، صوف تقيل جدا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، وحلو قوي وبيدفي، ده عن تجربة خاصة. وفي كده الوان اوف وايت في كافيه في جملي او بيج، وحلو جدا في اللبس، وهنزل لكم صورته دلوقتي على المانيكان، حلو قوي ما شاء الله وشيك جدا. وده بيتلبس خروج برضو على بلوزة او شميز، وعلى جيب او بنطلون براحتك يعني، ويتلبس يا رب في عرق العافية ان شاء الله. واتمنى المتابعة اللي رايحه لها الهدية دي تعجبها باذن الله، وربنا يديم بينا الحب يا رب والود وكل حاجة حلوة يا رب، وربنا يشفيك ويديك الصحة يا رب والعافية. الشال ده بني كده زي ما انتم شايفين، والمربعات اللي فيه دي كفيف اوف وايت وجملي، وهو حلو جدا ما شاء الله، يتلبس يا رب في عرق العافية. والف الف الف مليون مبروك للمتابعة الجميلة اللي رايحه لها الملابس الحلوة دي، يا رب يا حبيبة قلبي تعجبك ان شاء الله، واكون عند حسن ظنك دايما، ويديم بينا الحب والمودة يا رب. وإن شاء الله استنوني في فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم،
ودي بوليسة شركة الشحن اللي بعت معاها اسمها ايرجنت.